اهلا بحضراتكم ومساء الخير. والحقيقه العالم كله بيتابع اصداء الكوارث الطبيعيه اللي بنعيشها، الكارثه الانسانيه اللي ضربت ليبيا الشقيقه وتسببت في انهيار سدين في مدينه درنا، اللي ربع المدينه تقريبا اختفى على حسب الصور اللي خرجت عن الاقمار الصناعيه النهارده، ونتج عن ده الاف من الضحايا والمفقودين، لانه زي ما بقول لحضراتكم تلت المدينه تقريبا بقى في مياه البحر المتوسط. من ساعات قليلة كمان أعلن الهلال الأحمر الليبي عن أرقام مفزعة الحقيقة بخصوص أعداد الضحايا اللي ارتفعت ووصلت ل 11,000 ضحية وقتيل جراء هذه الفيضانات، بالإضافة ل 20,000 مفقود. الهلال الأحمر الليبي في بيانه قال إن السلطات عثرت تقريبا على 2000 جثة أخذتها السيول للبحر. كارثة بكل المقاييس وتداعياتها كبيرة جدا، ومشهد صعب ومعقد في ليبيا الشقيقة. وتتحدث اليوم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيانها عن أنه كمان هم قلقانين بسبب مخلفات المتفجرات اللي موجودة في مدينة درنا جراء الحرب. قالت أنه هذه المتفجرات حية وانجرفت مع السيول لمناطق متفرقة في المدينة، فعلشان كده عندهم تخوف من هذه المتفجرات، وطلبوا رجال الإنقاذ اللي بالتأكيد بيعملوا تحت ظروف صعبة ومعقدة والناس اللي موجودة هناك في هذه الكارثة الحقيقة أنهم يكونوا على حذر شديد مع وجود هذه المتفجرات اللي ممكن لا قدر الله تزيد الوضع سوء. على صعيد آخر، وزي ما حضراتكم متابعين وعارفين، كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيوجه القوات المسلحة بإرسال كل المساعدات والقوافل الإغاثية لليبيا الشقيقة، وده تم بالفور بتحرك لحاملة الطائرات مسترال إلى السواحل الليبية للمشاركة والعمل في جهود الإنقاذ والإغاثة هناك. دلوقتي معانا على التليفون دكتور أسامة علي، المتحدث باسم هيئة الطوارئ والإسعاف الليبية. مساء الخير على حضرتك يا دكتور، وطبعا خالص تعازينا لأهلنا في ليبيا، ولو حضرتك تطلعنا على الوضع الآن وكيف تعمل طواقم الطوارئ والإنقاذ والإسعاف تحت هذه الظروف الصعبة وفي هذا المشهد المعقد. بداية العزاء واحد، فالعزاء لنا ولكم، فلا ننسى أن لدينا ضحايا حتى من الجنسية المصرية في هذه الكارثة، كذلك من الجنسية الفلسطينية والسورية، فعزاؤنا واحد، فعزاؤنا عزاء العرب، جمعتهم القلوب لكن فرقتهم الحدود صراحة. صحيح. نعم. دكتور، العوائق اللي بتعملوا تحتها في هذه الظروف الصعبة وهذا المشهد المعقد في ليبيا، عوائق عمليات الإنقاذ والإسعاف. والله حاليا العوائق، لا يوجد عوائق، لأن كل الإمكانيات تم تسخيرها. صراحة مشكورة مصر، مشكورة تونس، مشكورة الجزائر، مشكورة تركيا، مشكورين كل الدول اللي ساهمت في هذا الموضوع. العوائق حاليا لا توجد عوائق، العمل اصبح سلس اكثر، سرعه اكثر في الانجاز، مع ما عارض حتى وجود احصائيه رسميه اليوم هو كثره الفرق التي تقوم بعمليات الانتشال والبحث عن المفقودين في المناطق المتضرره داخل المدينه، اللي يقع النطاق بتاعها يعني حوالي 10 كيلو متر مربع بالنسبه لمنطقه البحث. هذا ليس برقم هين يعني. صحيح. لتقوم بعمليه ارقام مفزعه يا دكتور، يعني اكيد اكيد جهود الانقاذ جهود كبيره وجهود حثيثه. لو كنت معي لكنت لا تريدين ان تصدق الارقام، فدعي الارقام ارقاما حتى تنتهي الاحداث لكي نعرف الرقم وناخذ صدمه واحده وليست اكثر من صدمه. حديثك بيوحي بان الارقام تتزايد يا دكتور. الارقام اكيد من الطبيعي حيكون في ازدياد في اي رقم بينحط، لان طالما في عمليات بحث معناها ما زال في ارقام حديثه، لكن ارقام حقيقيه موجوده على ارض الواقع الى حد الان لم يتم الاعلان عنها، وذلك للقصور يعني في وجود لجنه لحصر الضحايا، وهذا خلل كبير يعني في الاليه الخاصه بالبحث عن الضحايا صراحه من لجنه الازمه، وهذا امر واضح. لكن عندما نتحدث عن ارقام لا نتحدث عن ارقام دقيقه، لذلك انا شخصيا اعترض عن التصريح باي رقم، خصوصا ظروف البحث الان. الفرق متوزعه في نطاق 10 كيلو متر مربع، عليك بجمع الجثامين في مكان واحد، عليك بالتعرف على من يتم التعرف عليهم، عليك باعلان ان عدد كذا مجهول، عليك بمطالبه من لديهم ذوي واقارب مفقودين بالحضور لاخذ عينات دي ان اي، وكذلك اعاده توزيعها من جديد. هذه هي الاليه السليمه لعمل في الطوارئ. لكن الان مع هول الكارثه، وليبيا ليست ارض للكوارث ولم تتعرض لمثل هذه الكارثه من قبل، فلذلك هذا ما حدث يعني.
صحيح، يعني المفاجأة أيضا زادت الوضع أزمة وزادت الكارثة. يعني دكتور، عايز أسأل حضرتك كمان عن حال المستشفيات الميدانية، لأنه نتحدث هنا عن آمال في الإنقاذ والناجين من هذه الكارثة. المستشفيات الميدانية موجودة، المستشفيات الميدانية أكثر من 6 مستشفيات ميدانية، فرق الإسعاف سواء من الإسعاف والطوارئ أو من الأجهزة المساندة لفرق الإسعاف والطوارئ أيضا موجودة، فرق إغاثة موجودة. الوضع يعني أفضل بكثير، يعني حتى المدن التي لم نتمكن من الدخول إليها فيما هم سبق مثل إلم خيلي، مثل الوردية، مثل عفوا البياضة، هذه كلها مدن تم مسحها. يعني صراحة تحية لجهاز إسعاف الطائر الليبي اللي اليوم تمكن من إحضار مروحيتين قصيرة المدى لمسح المنطقة اللي بعد درنا، يعني في مناطق أخرى غير درنا متضررة فتم مسح المنطقة بالكامل. أرسل جهاز إسعاف الطائر طبعا أيضا فرق راجلة للبحث في الوديان القريبة عن أي مفقودين داخل هذه الوديان. نعم، هل هناك حديث عن أمل في أعداد للناجين يا دكتور مع كل هذه العمليات؟ الأمل يتجدد مع كل بحث، فأكيد أن البحوث اللي حنقوم بها ويقوم بها الفرق المساندة من كافة الدول لن تتوقف في نهاية الأمر، يعني وفي عجالة لو سمحت. دكتور أسامة، كمان عايز أسأل حضرتك عن التصريح الخاص بمنظمة الصليب الأحمر عن يعني احتمالية وجود متفجرات حية داخل هذه الأماكن، كيف تتعاملون مع هذا؟ لا لا لا، هذا؟ صدقيني أن مثل هذه المواضيع لا يمكن الحديث عنها، فمن لا يعرف طبيعة الناس لا يمكن أن يكون هناك من متفجرات حية داخل المنازل، داخل هذه المنازل. نعم أسمعك. مخلفات من بقايا الحرب يا دكتور أسامة. اوكي، المخلفات هذه مواضيع يعني سابق الاوان الحديث عنها. نتمنى ان يتم تاجيل مثل هذا الحوار ولا يتم افزاع الفرق العامله. طبعا يعني بنتمنى السلامه لاهلنا في ليبيا وقلوبنا كمصريين كلها في ليبيا، وزي ما حضرتك قلت يعني عزائنا واحد، ويعني ربنا ان شاء الله يكون معاكم وكل هذه الجهود اللي تقوم بها فرق الانقاذ والبحث ان شاء الله تكلل يعني عدد من الناجين. هو ده املنا في الوصول لعدد من الناجين من هذه الكارثه الانسانيه. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور اسامه علي، المتحدث باسم هيئه الطوارئ والاسعاف الليبيه، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. سيب حضراتكم دلوقتي مع فاصل ونرجع بعده نكمل فقراتنا، خليكم مستنيين. أهلا بحضراتكم من جديد. من ليبيا إلى المغرب، والحقيقة أنه يعني لازال لسه في توابع لزلزال الحوز وبتفرض أجواءها على المغرب الشقيق اللي طبعا بنتمنى لأهله السلامة. فجر اليوم ضربت هزة ارتدادية قوتها كانت 4.8 درجات على مقياس ريختر وسط المغرب، وحس بها سكان إقليم الحوز وده المركز الأصلي للزلزال السابق اللي تسبب في مصرع 3000 مواطن مغربي وخلف الكثير من الدمار. والسلطات المغربية طبعا بتواصل جهودها في إمكانية إغاثة المنكوبين في قرى المغرب المتضررة من الزلزال. الحقيقة أنه مش بس الحكومة اللي بتعمل، المفاجأة أنه في يعني قرويين في القرى المغربية بيشتغلوا كمان لإنقاذ أهالينا في المغرب مع استمرار إغلاق الكثير طبعا من الطرق جراء هذا الزلزال، لأنه حصل طبعا انهيارات أرضية في هذه الطرق. الناس لجأوا لأنهم يستخدموا الطرق البديلة ويستخدموا وسائل النقل البدائية علشان يقدروا أنهم يوصلوا مؤن وإمدادات لسكان المناطق اللي تضرروا بالزلزال، وللعربيات وكل وسائل النقل الحديثة ما تقدرش توصل لهم. خلينا نقترب أكثر من الصورة في الرباط على الهاتف الكاتب الصحفي السعيد قدري. أهلا بحضرتك طبعا، وبعزيك وبعزي كل أهلنا في المغرب، ونتمنى السلامة لأهلنا في المغرب. ولو حضرتك تطلعنا على الوضع اليوم بعد هذه الهزة الأرضية. أهلا وسهلا، مساء الخير، مساء الخير لكل الشعب المصري ولكل متابعيكم في كل مكان. شكرا، وتعازينا الحارة إلى ضحايا الزلزال وإلى ضحايا كذلك بليبيا. فيما يخص الوضع الحالي الآن بالمغرب وجراء هذه الزلزال، هناك طبعا توالي عمليات إنقاذ
عدد كبير من الجرحى وكذلك توالي تقديم المساعدات لفائدة الجرحى ولفائدة الأسر المنكوبة بوسط المارب بالحوز وبمنطقة تارودانت وكذلك بضواحي إقليم الظلال. طبعا الأجواء عادية لحد الساعة، وصول المساعدات، عشرات الشاحنات تصل، كذلك من مستجدات هذا الزلزال الذي ضرب المغرب الجمعة الماضية. كذلك هناك اجتماعات على أعلى مستوى، وحيث تم في هذا الشأن طبعا. هل أثرت هذه الهزات الارتدادية أستاذ سعيد، هل أثرت هذه الهزات الارتدادية على بعض يعني الأبنية اللي يعني تصدت للزلزال السابق، لكن الآن بعد التصدع الذي حدث فيها هل هناك أي تطورات في هذا الصدد؟ بالفعل كانت فيه هناك هزات ارتدادية، خصوصا الهزة التي وقعت اليوم صباحا، ولكنها لم تؤثر بشكل كبير على الأبنية ولا على الأبنية التي تصدعت بالمنطقة. هزة أرضية بضواحي منطقة مراكش، بضواحي منطقة الحوز، ثم حس بها ساكنة المنطقة طبعا، لكن لم يقع أي هناك هدم أو انهيارات أرضية بالمنطقة. قلت طبعا تعودوا أبناء ساكنة المنطقة الذين بقوا على قيد الحياة على مثل هذه الهزات الارتدادية التي تضرب الحوز بين الفينة والأخرى وكل يوم تقريبا، ولكن لا تخلف أي أضرار عكس ما خلفه الزلزال القوي الذي ضرب مساء ليلة الجمعة 28 شتنبر الماضي. الأكيد أن هذه الهزات الارتدادية تواصلت وتواصلت معها عمل فرق الإغاثة والإنقاذ والفرق الطبية والمساعدات التي تصل من داخل وخارج المغرب، وهي المساعدات التي يتوصل بها الأبناء القرى والدواوير المتواجدة بالجبال المحيطة بمنطقة الهزة الأرضية بالمدينة. كيف تعيش العائلات في المناطق المتضررة الآن مع التصدع في الطرق المؤدية إليهم؟ يعني لسه كنت بقول إنه القرويين المغاربة، وده الأمل الحقيقة في طوق نجاة للأهالي اللي موجودة في هذه المناطق، بتعمل بجانب الحكومة لإيصال المساعدات، لإيصال المؤن. نعم بالفعل المجتمع المدني يعمل جاهدا من شمال المغرب حتى جنوبه لإيصال المساعدات إلى كل القرى المتضررة، خصوصا القرى التي انقطع بها التواصل البري بسبب الانهيارات التي عاشتها هذه المنطقة الجمعة الماضية بسبب الزلزال. طائرات تابعة للقوات المسلحة الملكية تجوب هذه القرى، عشرات القرى بمنطقة الحوز، وتواصل عمليات إنزال المواد الغذائية والأغطية والأفرشة، كذلك عمليات إنقاذ وتقديم المساعدات الطبية لعدد من المتضررين. برنامج استعجالي أشرفت عليه الحكومة المغربية عشية اليوم بأمر من الملك. طبعا هناك مساعدة استعجالية بقيمة 30,000 دولار لكل الأسر المعنية، كذلك هناك مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140,000 دولار للمساكن التي انهارت بشكل تام، وطبعا هناك مساعدات عاجلة بقيمة 80,000 دولار لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا. برنامج استعجالي طبعا تم المناطق
التي تضررت خصوصا، ونحن نعرف ان موسم الشتاء قريب والمنطقة تعرف انخفاض في درجات صحيح. الحرارة، كذلك الموسم الدراسي يجب إعطاء الأولوية للتلاميذ وللطلبة بغاية استئناف الدراسة بهذه المناطق. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي سعيد قدري، وبنتمنى لأهلنا في المغرب السلامة. الحقيقة أنه يعني في مفاجآت كتير بتحصل، يعني مش بس على صعيد الكوارث الإنسانية اللي بكل تأكيد بتكون فاجعة كبيرة لينا، لأنه كمان الأوساط العلمية والأوساط السياسية خلال الساعات اللي فاتت كان لها حديث مهم جدا عن ما تم داخل البرلمان المكسيكي، عن حديث عن وجود بعض الكائنات اللي بيدعي أحد مقدميها إنها كائنات فضائية. طبعا الحديث ده بيعمل نوع من أنواع الجدل الدائم عن حقيقة وجود هذه الكائنات، و الصحفي اللي تبقى قدم بهذه الجدلية داخل البرلمان موسى هو صحفي متخصص في هذه الأجسام الطائرة المجهولة، ودائم التحدث عن ده، وده مش أول حديث لي عن حقيقة وجود كائنات فضائية أو ظواهر فضائية. برلمان المكسيكي يوم الثلاث اللي فات كان ده الموضوع اللي بيناقشه، وده طبعا بيثير جدل علمي كبير جدا، وبيثير كمان ذعر عند الناس عن حقيقة وجود هذه الكائنات الفضائية والحقيقة العلمية وراء الهدف من الحديث عن هذه الكائنات الفضائية وحقيقة وجودها على كوكب الأرض. الحقيقة عايزين نعرف أكتر إيه اللي بيحصل، ونفهم أكتر إيه الحقيقة العلمية لوجود المجسمين اللي تم عرضهم في البرلمان المكسيكي، ونفهم أكتر من المتخصصين إيه هي الحقيقة العلمية لهذا. معانا دكتور أسامة شلبية مدير مركز الفضاء بجامعة القاهرة. دكتور مساء الخير على حضرتك، وإيه الحقيقة العلمية لوجود المجسمين دول داخل البرلمان المكسيكي والحديث عن يعني كائنات فضائية؟ مساء الخير على حضرتك أستاذة هدير، مساء الخير على السادة المشاهدين. طبعا الكلام ده زي ما تفضلتي لأنه هو في الحقيقة ادعاء بوجود كائنات فضائية، ده غير حقيقي. وسبق لهذا الصحفي المكسيكي ادعاءه بأنه هو عالم للأجسام الطائرة المجهولة UFOs اللي هي الـ Unidentified Flying Objects. ده حصل قبل كده سنة 15، برضو ادعى ان فيه كائنات فضائية موجودة، وان هي فيها جزء من المكونات الخارجية عن الأرض إلى آخره، لكن ثبت في النهاية عدم صحة ذلك. دكتور إيه رأيك في الحديث أنه لما تعرضوا على حد حديثهم يعني أو على حد ما تحدث موسى عن الDNA لهذه الكائنات أنه دي مش يعني تعود للصنف البشري، وأنه هو شايف أنه عمرها الافتراضي تقريبا 1000 عام، ويتحدث عن احتمالية الحديث عن وجود كائنات فضائية؟ وإلى أي مدى هذا الحديث يبدو حديث علمي، وهل المفروض أنه ده يتم اختباره في بلاد أخرى ومراكز علمية بحثية تؤكد هذا أو تنفيه؟ يعني حتى تتأكد هذه الأنباء أو هذه المزاعم، خليني أقول كده في الحقيقة علميا ما نقدر ده كلام علمي صحيح. وبالتالي احنا عايزين نقول ان الموضوع ده قديم، موضوع جديد. الموضوع ده ابتدى في الخمسينيات، بالتحديد 1947 لحد 1969 كان في مشروع اسمه سيتي على اسم الملك الفرعوني اللي هو سيرش فور اكستراتريستيال انتليجنس. ده كانت النتيجه ان مش قادرين نلاقي شيء
علمي مثبت بوجود كائنات فضائية. دليل علمي أو أدلة علمية تثبت هذا أو تنفيه. طب رأي حضرتك فيما يثار في البنتاغون وفي الداخل الأمريكي عن هذا الموضوع وربطه بما يحدث في البرلمان المكسيكي؟ صحيح، ده بعد ما الموضوع انتهى في سنة 1970 ابتدى يعود إلى الصفحة سنة 2000. عشان كده أنا بقول لحضرتك الموضوع قديم جديد. بيعود لسنة 2000 في إحنا في البنتاغون لازم نتعرف على هذه الأجسام الغير معروفة أو نسميها الظواهر الغير معروفة، سواء كانت UFOs أو بنسميها الـ Unidentified Aerial Phenomena برضو الـ UAPs. طيب دكتور، هل هناك خريطة بحثية مستقبلية للتعرض لما يتم الكشف عنه لهذه الكائنات؟ بالضبط كده، من سنة 2000 في مشروع كبير بنسميه الـ AATIB اللي هو الـ Advanced Aerospace Threat Intelligence Program. ده برنامج برضه بيبحث عن هذه الكائنات، لكن لو ثبت فعلا ان فيه كائنات فضائية ده هيبقى أعظم اكتشاف في تاريخ البشرية على الإطلاق. برأيك يا دكتور حتى الآن الإجابة واضحة وصريحة unidentified. ده كان سؤالي لحضرتك. أي أنها مجهولة سواء ظواهر أو أجسام أيا منهم، فهي لم يتعرف عليها الإنسان. بس السؤال هنا، ما لا تعلمون، إحنا هنبطل ونقول بأنها أن identified؟ أن الإجابة بالتأكيد لا. ليه؟ لأن خليني أرجع مع حضرتك، البشرية والعالم كله في حقبة ما كان يعتقد أن الأرض مسطحة وليست كروية. مع العلم ومع التقدم أثبت كروية الأرض. أيضا البشرية كانت تعتقد في يوم من الأيام أن الأرض هي مركز الكون، وقد ثبت الآن أن الأرض ما هي إلا كوكب يدور حول نجم في مجرة واحدة من بلايين. ولهذا يا دكتور نحتكم إلى البحث العلمي دائما، فلابد أن يكون الحديث يعني مبني على بحث علمي دقيق للغاية للحديث عن مثل هكذا مواضيع. أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أسامة شلبية مدير مركز الفضاء بجامعة القاهرة، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا. نروح مع حضراتكم لفاصل ونرجع نستكمل فقراتنا، خليكم دايما مستمعين. أهلا بحضراتكم من جديد. طبعا في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية ناس كتير بتشوف أنه الاستثمار شيء غير آمن ومكلف وفيه مخاطر، ناس تانية تشوف أنه الاستثمار لا، ده حل لابد منه دلوقتي ولازم استثمر في شيء مضمون. ناس تفكر تستثمر في الذهب، في العقارات، ناس تشوف أنه الحفاظ على مدخراتي في البنك ده نوع من أنواع الاستثمارات. ناس كتير ابتعدت عن موضوع انه نستثمر في العملات ونحتفظ بالعملات لانه في تذبذب في اسعار العملات. طبعا انا كلامي هنا مش على المستثمرين الكبار، انا بتكلم على الناس العاديه اللي عايزه تحوش جزء من دخلها وتقدر تستثمر وتطلع فايده صغيره تساعدها في الوضع الاقتصادي الصعب اللي بنعيشه كلنا. الحقيقه هنا صعب ان انت تعتمد على مساله انه زي ما شفنا الفتره فاتت ناس تشتري دولار وبعدين تبيع الدولار، ده اثبت فشله الحقيقه، لانه ده استثمار غير امن وغير مضمون في ظل ما يحدث من تذبذب لاسعار العملات. كمان ناس كتير تشوف ان الذهب مش ملاذ امن ومش الحل الانسب اللي اقدر اعمله. انا هنا بكلم حضراتكم عن الناس العاديه اللي عندها مبلغ صغير، ممكن تستثمره ازاي وازاي ممكن يكون استثمار امن ويعود بقيمه عليا لما ابتدي هذا الاستثمار. متهيالي ده حديث يهم الجميع، علشان كده معانا عبر زوم دكتور محمد باغا الخبير الاقتصادي. اهلا بيك يا دكتور، مساء الخير عليك. ازاي يكون معايا مبلغ مادي صغير اقدر استثمره، واستثمره فين ويكون في عائد ذو قيمه استفيد بيه؟ مساء الخير يا فندم على حضرتك والساده المشاهدين. طبعا النهارده تتناول الموضوع مهم جدا، والحقيقه هو موضوع الساعه في كل البيوت المصريه، نظرا لانه الناس بدات تحس بهواجس كتيره اقتصادية، وأي حد مع مبلغ من المال بيقول إزاي أنا أستثمر هذا المبلغ أو إزاي أنا أحافظ حتى على فلوسي من التآكل اللي هي ممكن تكون.
الحقيقه الفتره الاخيره بدا في هجوم مبالغ فيه على اقتناء الدولار وعلى اقتناء الذهب، وللاسف احنا كنا بنقول اقتصاديا انه الذهب يعتبر ملاذ امن، صحيح، ولكن طبعا كثره الطلب عليه ادت الى زياده ارتفاع المخاطر أسعار. المرتبطه به، ونظرا طبعا لتقلبات الاسعار العالميه، وبالتالي بقى موضوع في غايه الحساسيه طب يا شويه. دكتور يعني احنا معلش أنا كنا عايزة زمان يا أبتدي فندم معاك. لما بندخل محلات الذهب كان بس للشبكه او لل، صحيح، يعني نادرا لما تلاقي حد بيدخل محلات الذهب الا لظرف يعني اجتماعي، انما النهارده احنا بنلاقي مواطنين كتير بيدخلوا محلات الذهب من اجل ان هم يستثمروا شراء المصوغات الذهبيه، سواء في شكل سبائك ذهبيه او في شكل مشغولات من اجل الاستثمار. ولكن طبعا طرق تانية لابد ان احنا نعرفها كمصريين. على سبيل المثال انه النهارده اتفتح عندنا في مصر ما يسمى ببورصه ذهبيه او ببورصه الذهب، وان احنا في الحاله دي ممكن نضع مبلغ مالي معين. مبالغ الماليه دي بتبتدي من مبالغ ماليه صغيره الى مبالغ ماليه كبيره، ومن ثم في نهايه المده من الممكن للمواطن ان هو يحصل على حقه المالي كذهب. اصغر او مبلغ انا ممكن استثمره فيما يخص بورصه الذهب ده بيبقى كام؟ وهل الاستثمار في مبالغ ما هياش كبيرة استثمار آمن وذو قيمة؟ زي ما قلت لحضرتك، حضرتك بتحط الوعاء مالي، والوعاء المالي ده بيتحول إلى ذهب، ولكن في نهاية المدة بيبقى لك حرية الاختيار، إما إن حضرتك تاخدي حقوق ذهبية أو إنك ممكن تحصلي على حق في شكل نقدي. فدي طريقة ولسه مستحدثة جديد، والبورصة الذهبية خلاص تم تدشينها وخدت موافقة هيئة الرقابة المالية، وعندنا دلوقتي حوالي شركة أو شركتين بيعملوا في هذا الأمر. طيب النقطة دكتور التانية محمد معلش نتوقف هنا عشان نفهم الناس الفرق ما بين إن أنا أعمل اللي حضرتك قلت عليه ده، معلش إحنا مبتدئين في الموضوع، وما بين إن أنا أروح أشتري ذهب عادي وبعدين أبيعه. أنا زي ما قلت لحضرتك إن لما أنا بشتري مصوغات ذهبية سواء يعني سواء سبائك ذهبية أو سواء مشغولات ذهبية، ده بيعرضني لمخاطره كبيره جدا. اي نعم ممكن يكون العائد كبير قوي، ولكن ايضا المخاطره كبيره نظرا لتقلبات الاسعار ما بين وقت للتاني، وبالتالي ممكن المواطن يخسر في الاستثمار اللي هو لما بيشتري ذهب علشان يعيد بيعه مره اخرى، او حتى بيشتري بمبالغ كبيره جدا ممكن السوق بيحصل فيه تشبع، وبالتالي علشان يجي يبيع بيكون قدامه وقت كبير كان من الممكن ان هو يستفيد بهذه الاموال مره اخرى. النهارده بقى لا، احنا عندنا ما يسمى ببورصه الذهب او بالبورصه الذهبيه، ودي بورصه واخده اعتماد من هيئه الرقابه الماليه، شانها شان البورصه المصريه بالظبط. الذهب فيها بيخضع طبعا لظروف العرض والطلب، وبالتالي الاستثمار في هذا الذهب، شركات كبيره بيوت خبره عالمية بتقوم بالاستثمار في هذا الذهب، ومن ثم يكون عندهم مهارة عالية جدا في إدارة التحوط أو إدارة المخاطر، وبالتالي المواطن البسيط اللي ممكن يستثمر بألف جنيه ولا بخمس تلاف جنيه ولا بعشر تلاف جنيه حتى لحد مليار جنيه ما بيبقاش شايل هم التحقيق العوائد المختلفة لأمواله، لأنه في نهاية الفترة بيحصل تعاقدات احنا بنقولها عليها حتى بالصيغة في الشريعة الإسلامية عقود السلم، يعني ان انا بتفق على بضاعة، البضاعة دي أنا ببقى عارف إن أنا مش هخسر فيها بعد مرور فترة زمنية معينة، وبيبقى لي حرية الاختيار إن أنا بفاضل هل ممكن آخد حق المادي ده أو حق النقدي اللي أنا دفعته في الأول كقيمة ذهبية، أو إن أنا باخده كقيمة نقدية على حسب ما يعني تتوافق مع رغباتي أو ميولي الاستثمارية. عظيم. دكتور محمد عايز أسأل حضرتك عن أفكار استثمارية صغيرة في 2023، الناس كلها ده حديثها، بيقابلوا بعض دلوقتي يشوفوا إحنا ممكن نعمل مشروع إيه يساعدنا في هذه الأزمة الاقتصادية. هل والله من أنا من زمان وأنا بنادي بأنه الناس لازم تنتج، والناس لازم تشتغل، والناس لازم تفكر في فكر المشروعات الصغيرة والمتوسطة. أي حد يا جماعه عنده حرفة وشايف أنه هو شاطر فيها يحاول يفكر في أفكار إبداعية وأفكار ريادية، ويحاول يقدم للمجتمع منتج هو شايف أن المجتمع يهمه جدا الحصول على هذا المنتج. صدقوني ربنا هيكرمه وهيفتح له أبواب الرزق من أوسع أبواب. الحاجة الثانية انه الناس لازم تفكر ان هي ما تضربش، يعني المضاربة دي هي اللي جابت اجلنا بصراحة، يعني في السوق وفي المجتمع بشكل عام، ان احنا بنشتري بضاعة عشان نخزنها علشان سعرها يكبر او يرتفع، وبعد كده نخرج هذه البضاعة نبيعها للناس باسعار مغالية جدا. ده يا جماعة امر صدقوني اقتصاديا متعب جدا ومرهق بالنسبة للدولة، وبينعكس على الجميع بلا استثناء بامور سلبية وبامور عكسية. كلمة السر في إن إحنا ننتج، كلمة السر في إن إحنا يبقى عندنا فرصة لزيادة
معروضنا، ولما المعروض ده بيزيد الاسعار بتقل مع مرور الوقت. طيب دكتور، هناك عايز اسال مجالات حضرتك ومشروعات كثيره جدا من الممكن ان المواطن يدخل فيها، زي ان هو مثلا ممكن يستثمر في العقارات، والعقارات هنا بتنصب على انه يبقى عنده حته ارض صغيره هو وجيرانه او هو وقرايبه ممكن يشتروها بغرض الاستثمار، ممكن يبقى العقارات في شكل ايجارات سكنيه ويبقى معامل الخطر بتاعها قليل جدا، وبالتالي ممكن يحقق فيها ارباح كويسه من غير ما يبذل جهد خالص. ممكن يتجه الى الايجارات الصناعيه، دي برضو حاجه مهمه جدا. ممكن يتجه لو فكره ناضج شويه الى الاستثمار في بورصه الاوراق الماليه، يشتري اسهم وسندات. ممكن يعني لو كان عنده نضج اكتر ماليا ان هو يتجه لسوق المال ويستثمر في سوق المال. هو ازاي يعني لو كان بقى المواطن العادي يبقى عنده نضج استثماري مالي يا دكتور؟ ازاي المواطن العادي يبقى عنده نضج مالي استثماري؟ ازاي نحصل على هذه المعلومات كمبتدئين وعايزين يعملوا استثمارات وعايزين ينجحوا، وخصوصا الشباب والافكار كمان؟ هل مثلا وزاره العمل بتقدم افكار مثلا في المشروعات الصغيره والمتوسطه، ودول كتير قامت بالمشروعات الصغيره والمتوسطه؟ نعم، سؤال حضرتك جيد جدا، واعتقد انه احنا في امس الحاجه ان احنا نهتم بيه. احنا عندنا افكار المشروعات الصغيره والمتوسطه في مصر موجوده، ممكن يروح جهاز المشروعات التابع لهيئه الاستثمار، ممكن يروح وزاره التضامن الاجتماعي، ممكن يروح لاي بنك يعرض على فكرته، ومن ثم البنك بيعتبر بيت خبره ان هو بيقدم له التمويل وعايز يحافظ على التمويل ده، وبالتالي هو ممكن يقدم له الدعم ويقدم له الوعي والمعلومه. ممكن يذهب لاي حاضنه اعمال زي الجامعات على سبيل المثال، بيكون فيها حاضنات اعمال للمشروعات الصغيره، يسال ويشوف باقل الادوات. ممكن بدل ما يدخل على الفيسبوك ممكن يدخل على جوجل وكيف يتم بناء مشروع صغير، او كيف يتم الحصول على مشروع صغير. عايز اقول لحضرتك حكايه بسيطه جدا، احد الاصدقاء كان بيسالني من كام يوم على ازاي يجيب تمويل علشان يفتح مشروع لحضانه اطفال. والحقيقه كنت عاجز ان انا اقدم له معلومه. الان توصلت الى انه على سبيل المثال بنك ناصر الاجتماعي بيقدم مبادره اسمها حضانتي، بيقدم تمويل 5.3%، ودي تكلفه منخفضه جدا عن التكلفه اللي بتقدمها البنوك التقليديه حوالي 18 أو 20%. وبالتالي ده فرصه كتير جدا. انا واحد كاستاذ جامعه ومتخصص في التمويل والاستثمار ما كنتش اعرفها، فلابد من الاعلان الكافي، لابد من التوجيه والارشاد الكافي بالنسبه للمواطنين عن مصادر وطرق التمويل المختلفه، فكر اداره المشروعات. انا لحد دلوقتي يا فندم النهارده لم اجد في اعلامنا سوى القليل جدا من برامج تلفزيونيه او برامج اذاعيه ممكن تقدم فكره تنموي للناس كيف تبدا في مشروع صغير. صحيح. كيف تدير مشروع، كيف تخطط، كيف تحصل على الاموال اللازمه لاقامه مشروع. كل دي امور احسن جدا من اللي احنا ممكن نشغل نفسنا بيه من اعلام دكتور، او نشغل وأنا نفسنا بيه وانا بفكر اعمل مشروع، بتؤدي ايه العوامل لفكرة استهلاك مش فكر انتاج. وانا بفكر اعمل مشروع، ايه العوامل الرئيسيه المفروض تكون موجوده في دماغي وانا بدور على المشروع الاستثماري ده، وايه العوامل اللي المفروض تكون موجوده فيا انا كشخص علشان اقدر استثمر؟ يعني محتاج مثلا وقت، محتاج افكر ازاي، ايه يكون اتجاه تفكيري وانا بشوف مشروع استثماري اقدر ان يكون ليا منه عائد؟ اول حاجه لازم المواطن او اللي عايز يدخل مشروع لازم يكون حابب، هو داخل المجال ده وهو عنده فيه درايه وهو عنده فيه معرفه وحابب هذا المجال. ما يمكنش ابدا ان واحد يسمع عنده ثقافه سمعيه، يسمع ان حد نجح في حته معينه فيروح يقلده. دي مصادر الفشل الاولى اللي ممكن تكون موجوده. واقول لحضرتك انه دراسه اتعملت انا شخصيا قمت بيها، المشروعات الصغيره في مصر فيها مشكله كبيره جدا. كل 10 مشروعات خلال اول سنتين من عمل المشروع ما بيبقاش منهم الا 2، يعني نسبه الفشل يعني 80%. فبالتالي لازم انا اكون حابب المجال اللي انا داخله. لازم بدراسه حضرتك عوامل الفشل دي كانت ايه علشان الناس تبتعد عنها؟ يعني ليه بقيه المشروعات دي فكره انه ما عندوش خبره بالاداره، فكره انه بيقدم منتج تقليدي، فكره انه مش عارف يسوق لمنتجه بشكل كويس، فكره انه بيجيب تمويل بتكلفه مرتفعه. كل دي عوامل بتساهم في النهايه ان المشروع بتاعه يتم اخفاقه. وبالتالي احنا لازم يعني اذا عرف السبب بطل العجب. احنا لما نقدم ده للناس، واحنا كتير جدا انا عندي كتب بتتكلم عن الموضوع ده، والاعلام احيانا نظهر فيه يتكلم عن الموضوع ده، وهناك برامج على اليوتيوب اللي هي البودكاست اللي موجوده على اليوتيوب بتتكلم عن الموضوعات دي. وبالتالي لازم الناس تفهم يا فندم، الوعي ده والمعرفه هي اللي بترشد السلوك البشري ان هو يكون سلوك منتج وسلوك فعلا ناجح. فرصة التمويل الدولة بتقدمها بشكل كويس جدا، ولكن برضو أنا بأعيب على التطبيق والتنفيذ. الرئيس السيسي وجه ب 200 مليار جنيه من أموال البنوك لدعم المشروعات الصغيرة والمشروعات المتوسطة، ولكن لما نيجي نشوف على مجال التطبيق
هنلاقي للاسف ان المبادره خرجت من اطارها الاساسي او اطارها الجيد اللي الرئيس وجه بيه، وكان هناك معوقات كثيره جدا بتواجه صاحب المشروع الصغير او متناهي الصغر. لابد من التسهيل، لابد من التيسير، لابد ان الناس تعرف ان في قانون منظم للمشروعات الصغيره والمتوسطه. كنت بدي محاضره اول امبارح في جامعات الصناعات في الجيزه في في في, في مدينه اكتوبر، وافاجئ انه مجموعه المستثمرين اللي موجودين لم يقراوا نص قانون المشروعات الصغيره والمتوسطه، وبالتالي فايتهم كتير جدا من حوافز بيقدمها هذا القانون. فما بال حضرتك بالمواطن العادي اللي لسه عايز يدخل. فانا بقول لحضرتك من خلال منصتك الكريمه دعوه لكل اصحاب المشروعات او اصحاب النوايا لاقامه مشروعات ان هو لازم يقرا ولازم يفهم. اول حاجه في دراسات الجدوى يا جماعه لازم نعرف القانون بيقول ايه، لازم نعرف البيئه اللي احنا بنشتغل فيها بتمشي ازاي، لازم ندرس كويس قوي مصادر التمويل وتكلفتها. يا ترى راح اجيب من بنوك، يا ترى اروح اجيب من مالي الخاص، يا ترى اروح اجيب من اي مصادر اخرى. دي حاجه مهمه جدا، لازم ادرس الطلب، السوق ده محتاج ايه، عايز ايه. وهنا فكر رائد الاعمال الصح، رائد الاعمال الكويس هو اللي بيدور على الفكره الابتكاريه، على الفكره المستحدثه الاستباقيه اللي محدش غيره سبق فيها، ويكون عنده بقى هنا تحمل المسؤوليه والمخاطره. هو عارف ان هو داخل بيزنس احتمال كبير جدا يفشل، فعلشان عارف انه احتمال كبير جدا يفشل هيكون عنده الوازع انه يتعلم، انه يقرا، انه يدخل في مجال ياخد فيه زمام المبادره، وبالتالي مزيد من الارباح ممكن يحققها في وقت قريب جدا. اذا الوعي الاقتصادي يا دكتور ده حديث هام جدا، وحضرتك بتتكلم عن المحاضرات، هل بتدي محاضرات داخل الجامعات؟ لانه الافكار دي معظمها موجوده عند الشباب، يعني شباب جامعي كتير بيقدم على المشروعات الصغيره والمتوسطه، بيبقى عندهم افكار مضيئه جدا. هذا الفكر احنا بنبادر فيه، يعني كاستاذ زائر في كليه الدفاع الوطني باكاديميه نصر العسكريه العليا، احنا بنبادر بهذا الفكر بنعلمه للناس، وكان هناك قطاع عريض من الناس الحمد لله قدرنا ان احنا نوصل لهم الرساله. الجامعات احيانا اذا كانت هناك دعوه، ومن خلال منصه حضرتك انا على اتم الاستعداد لتلبيه اي دعوه من اي مكان في مصر لتطوير فكره المشروعات الصغيره والمتوسطه وتدريب الشباب عليها. وهناك جهود مبذوله من جهاز المشروعات، هناك جهود مبذوله من وزاره التضامن الاجتماعي، هناك جهود مبذوله من وزاره القوى العامله، هناك جهود مبذوله من القوات المسلحه المصريه لدعم الوعي الاقتصادي، خاصه ان الاميه الاقتصاديه في مصر اتصور ان هي ممكن تصل لاكثر من 95%، والدليل على كده حاله التوهان اللي المواطن بيعيشها. يا ترى احط فلوسي في شهادات ادخار، يا ترى اشتري ذهب، يا ترى اشتري عقار، يا ترى اشتري اراضي، يا ترى اشتري سيارات. وبالتالي القرار الاقتصادي يا فندم دايما قرار يطرح مجموعه من البدائل علشان اقدر اختار البديل المناسب اللي يحقق لي اعلى عائد باقل تكلفه ممكن. علشان كده حديثنا اليوم يا دكتور مع حضرتك، لانه ده حديث الساعه في كل البيوت المصريه، الاستثمار، والناس ابتدت يبقى عندها وعي كبير باهميه ده، اهميه انه يكون عندي دخل ثابت وعندي شغل الحمد لله اللي ربنا كرمه، وكمان عايز يزود دخله وعايز يشتغل، عايز يعمل مشروع. علشان كده بنتكلم النهارده ايه المشاريع المتاحه اللي ممكن تكون يعني الناس تقدر تدخل فيها، سواء هو خبير في هذا المجال او هيشارك حد بس خبير لكن هو ما عندوش المعلومه الكافيه عن الموضوع. راي حضرتك في ده ايه؟ ان ادخل مشروع انا ما عنديش معلومات كافيه فيه، لكن هيبقى فيه ورق رسمي ونيه طيبه من الطرفين، واشارك حد بس هو عنده الدرايه الكافيه بهذه المشروعات وعنده الوقت كمان لمتابعه المشروعات دي، ايه اللي ساعتها هنا انا لازم اعمله لو انا الطرف اللي ما عندوش المعلومات الكافيه عن هذا المشروع؟ ابحث يا فندم عن المعلومه. يعني صدقيني حضرتك الوعي والمعرفة دي كنز كبير جدا لازم احنا في مصر نتعلمه. لو انا كان عندي نوايا ريادية ان انا عايز افتح مشروع، وبالتالي لابد لي ان انا اروح ادور عن المعلومة، ابحث عن مصادر ذات ثقة، ابحث عن الجهات الرسمية. عندنا جمعيات رجال الاعمال او جمعيات المستثمرين موجودة في كل عاصمة محافظة من المحافظات الـ27، عندنا جهاز المشروعات موجود، عندنا الويب سايت او الموقع الالكتروني لجهاز المشروعات لو هو مش عايز يكلف نفسه ويروح للقارة في صلاح سالم او للجهات التابعه ليه. عندنا الصندوق الاجتماعي للتنميه وروافضه في جمهوريه مصر العربيه، عندنا بنك نصر الاجتماعي، عندنا بيوت الخبره اللي هي البنوك المصريه وما تقدمه من استشارات يمكن ان يطلبها العميل، عندنا الجامعات المصريه، عندنا اي حد عنده وعي بهذا الفكر الاستثماري عليه ان هو يسال جيدا ويعلم جيدا وما يدخلش مجال الا لو كان فاهم فيه وعارف فيه. انا اروح مثلا اشتري حاجه من محل للادوات الصحيه، الاقي الراجل ده اللي بيبيع فاهم كويس قوي في البناء، مواد البناء، وفاهم كويس قوي في مواد السباكه، وفاهم كويس قوي في مواد ما اعرفش ايه،
فبيبقى عنده درايه فبيبقى شاطر. ليه؟ انا لما اروح افاضل ما بين واحد بيبيع ادوات صحيه الف او باء انا بختار الف، لانه الراجل فاهم ان هو في الكميه دي مطلوبه قد كذا، والماسوره دي قطرها كذا، والمش عارف ايه الصاموله دي مساحتها كذا او قطرها كذا. انما المحل الثاني ما عندوش او المعلومه، فممكن يتعبني وممكن يخليني اروح واجي عليه اكتر من مره. فالمعرفه والوعي ده كنز كبير جدا. صحيح. المواطن المصري الافكار كتيره جدا، وانا في حل ان انا اقول افكار، انا ممكن اقول لحضرتك 50 فكره ولا تنتهي الحلقه. ولكن احنا بنقول ان الدوله النهارده بتقدم دعم كبير جدا بالنسبه للصناعات والمشروعات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر. لاول مره في مصر يبقى عندنا قانون محترم، القانون 152 لسنه 2020 او 2020 لدعم الصناعات الصغيره والمتوسطه. هناك مجموعه كبيره جدا من المزايا والحوافز الماليه وغير الماليه والضريبيه اللي ممكن تتقدم لمثل هذه المشروعات. على الناس ان هي تقرا وتفهم القانون، على الناس ان هي تشوف التجارب اللي نجحت اخبارها ايه، على الناس ان يكون عندها صبر ومصابره، ان هي لما بتعمل مشروع ممكن يخفق مره ممكن يخفق تاني مره، ولكن هو فكره الانتشار وفكره التوسع ان هي لازم تكون موجوده عنده علشان يحقق مع مرور الوقت ارباح ويقدر ان هو يثبت اقدامه في السوق. صحيح. اكتر واكتر. صحيح. بدعو الناس للمره الالف اتعلموا ويبقوا عندكم وعي ويبقوا عندكم معرفه، اعرفوا يعني ايه دراسه جدوى، اقروا بمزيد بنجتهد يا دكتور عشان يكون في وعي اقتصادي، لان ده شيء هام جدا في هذه المرحله. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد باغا الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معانا. طيب نروح مع حضراتكم لقصه ثانيه، والحقيقه هي قصه كلها امل، واحنا كلنا محتاجين نشوف الامل ده الايام دي. لما تتوفر العين الخبيرة اللي تقدر إنها تفرز المواهب وتكتشف المواهب اللي بتبقى موجودة الحقيقة كتير في بلدنا، لكن ما بتبقاش واخدة حقها وما بتظهرش لأنه ما بتبقاش لاقية فرصة حقيقية. كتير من المواهب الموجودة على أرض مصر ما بتبقاش لاقية فرصة حقيقية للظهور، وعلشان كده بنسعد بكل البرامج اللي بتكتشف المواهب دي. خلينا نكلم حضراتكم عن بطل قصتنا النهارده، اسمه باشا محمد باشا، وهو كان بيلعب في دوري مراكز الشباب من فريق مركز شباب كوم الضبع في قنا، وانضم مؤخرا لنادي الالومنيوم بالدرجه الثانيه. المفاجاه انه باشا انضم للمنتخب الاولمبي بقياده مديره الفني البرازيلي ميكالي في مباراتين روسيا الوديتين. بكده هو بيعتبر اول لاعب بينضم من مركز شباب يدخل على المنتخب الأولمبي لكرة القدم. باشا محمد باشا هو مواليد 2001، وهو صعد من دوري مراكز الشباب النسخة التاسعة واللي كانت بتنظمه وزارة الشباب والرياضة. صورة باشا هي مع حضراتكم علشان نحفظ النجوم الجداد اللي بيطلوا علينا، والحقيقة ده مهم جدا ان احنا نشوف أبطال جدد يطلعوا من كل مكان في مصر، لأنه بلدنا مليانه مواهب واحنا دايما بنسعد انه نكتشف هذه المواهب ويطلقت كده زي ما بيقولوا يروح للمنتخب الاولمبي ويشارك على طول مع المنتخب الاولمبي. دلوقتي معانا على التليفون باشا محمد باشا لاعب منتخب مصر الاولمبي. مساء الخير ومبروك انضمامك للمنتخب، واحكي لي بقى انت، عايز اسمع منك قصه انضمامك للمنتخب. اهلا وسهلا بحضرتك ومساء الفل، واهلا بكل اسره برنامج التاسعه. اهلا بيك، مساء الخير. في البداية الحمد لله على اختياري وتواجدي في اول معسكر دولي مع منتخب مصر الاولمبي، وباذن الله خطوة هبني عليها لقدام، يعني مش نهاية بالنسبة لي، بداية لحاجات كتير قدام. في البداية انا حابب اشكر ابويا وامي واهلي لانهم تعبوا معايا جدا، وحابب اشكر السيد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب على دعمه لجميع المواهب المصرية ودعمه لمراكز الشباب اللي هي بتخدم الاقاليم وكل اللاعبين، يعني اللي هم مش بتتاح لهم الفرصه انهم يلعبوا في انديه. باشا انا عايز اسالك عن مركز الشباب اللي كنت بتتدرب فيه في كوم الضبع في قنا، مركز الشباب كانت امكانياته ايه؟ وازاي قدر انه يؤهل لاعب ينضم لمنتخب مصر الاولمبي؟ والله هو دوري مركز الشباب اللي عايز اقوله انه دوري قوي جدا وفيه مواهب كتير جدا. الدوري ده ساهم بشكل كبير جدا في ان انا اظهر مع منتخب مصر الاولمبي في معسكر دولي زي كده، مع مصرين دوليين مع منتخب روسيا، واظهر بالشكل الكويس ده. فانا اللي عاوز اوصله للناس ان دوري مراكز الشباب ده مشروع ناجح، وده هو اللي ساعدني ان انا اظهر مع منتخب مصر الاولمبي. وانا حابب اشكر السيد الدكتور اشرف صبحي مره ثانيه
على المشروع ده وعلى دعمه لمراكز الشباب ولعيبه الاقاليم والصعيد. طب انا عايز اعرف الاجواء كانت ايه لما تم تبليغك انك هتلعب مع منتخب مصر الاولمبي، ومين اللي بلغك، وردود فعل اهلك وانت لسه كنت بتشكر والدك ووالدتك على تنشئتهم الرياضيه ليك؟ وعايز اعرف بتلعب كره من وانت عندك كام سنه؟ والله انا بلعب كره من زمان، يعني من وانا عندي 12 سنه. بدايتي كانت في نادي الشعب بقوس، وبعدين في نادي الالومنيوم حاليا يعني في الدوري الممتاز به، وايضا بلعب في دوري مراكز الشباب، يعني بقى لي اربع نسخ متتاليين بشارك مع نادي مركز شباب قوم الضبع، والحمد لله يعني دايما بناخد اول محافظه وبنوصل النهائيات يعني والحمد لله. وحسيت بفرق في التدريبات مع المنتخب الاولمبي عن نادي الالومنيوم، او كمان عن تدريبك في مركز الشباب في قوم الضبع في قنا؟ مش سامع كويس. شكل التدريبات ازاي مع منتخب مصر الاولمبي، واختلاف التدريبات عن اللي كان بيحصل قبل كده في نادي الالومنيوم او كمان في قوم الضبع في قنا في مركز الشباب؟ والله هو نادي الالومنيوم نادي كبير طبعا، ومركز شباب قوم الضبع مركز شباب محترم، لكن طبعا بيكون في اختلاف. ده منتخب مصر، ده احسن حاجه في مصر يعني، فاي حد بيتشرف انه يمثل منتخب مصر، ودي حاجه كبيره خالص بالنسبه لي، وان انا اروحها من دوري القسم الثاني دي حاجه كبيره جدا يعني. فانا بتشرف ان انا من احد افرازات دوري مراكز الشباب، واحب اقول لاي حد يعني من لعيبه الاقاليم، من اللعيبه اللي مش لاقيه فرصه في انديه في بتاع، دوري مراكز الشباب فرصه كويسه جدا في انك تظهر وتمثل كمان منتخب بلدك، مش بعيد. اتعب واشتغل على نفسك وهتوصل باذن الله. كان عندك الامل ده وانت بتلعب داخل مركز الشباب؟ كنت حاسس انه ده هيحصل؟ كنت يعني شايف انه الفرصه جايه، المهم ان انا العب بشكل كويس؟ والله انا دايما يعني من صغري مقتنع ان انا طول ما انا بتعب وبجتهد اكيد ربنا هيكرمني على تعبي ده. جايز مش دلوقتي لكن بعدين، فانا بشتغل وبتعب واكيد ربنا يعني هيرضيني على تعبي. بتحلم بايه باشا؟ عايز اعرف خططك ايه في الكوره. بحلم ان انا احترف بره مصر في احد الفرق الاوروبيه. نفسك تحترف فين؟ ممكن تغير مكانك او ترجع لنفس المكان اللي كنت بتكلمنا منه عشان الصوت كده مش واضح؟ كده كويس؟ اه كده سامعاك. بسألك عن اي نادي بتحلم تحترف فيه؟ المهم احتراف في ان انا اشارك بشكل اساسي، وكل الفرق الاوروبيه يعني دوري، كل الدوريات الاوروبيه يعني دوري يختلف خالص عن الدوريات المحليه. صحيح، بنحلم نشوفك زي مو صلاح ويبقى عندنا ألف مو صلاح. احنا بنشكرك شكرا جزيلا باشا محمد باشا، لاعب منتخب مصر الاولمبي، الف مبروك انضمامك للمنتخب الاولمبي. ومساله البحث عن المواهب دي مساله مهمه جدا، لانه ناس كتير لما تسافر بره، وخصوصا الكوره لغه الكل بيفهمها. لما تروح الصين والناس هناك معتزين جدا بلغتهم، بيفهموا لغتهم بس. ولسه ده كان حديث بيني وبين حد من زمايلي كان في الصين، بيقول لي انا قعدت اقول لهم انا من مصر بلغه الاشاره، بيتكلموا بلغه الاشاره، بلد الاهرامات. بعد شويه الراجل قال له من عند مو صلاح، فبقت كلمه السر عن مصر مو صلاح. وده الحقيقه لانها لغه سهله ولغه الناس بتعشقها وهي كره القدم. فنتمنى نشوف الف مو صلاح يخرج من مصر يمثلنا هذا التمثيل المشرف، ودي احلام، والاحلام بتتحقق بالعمل والجهود اللي بتتعمل علشان اكتشاف هذه المواهب. فبنشكر كل القائمين داخل وزاره الشباب والرياضه على كل هذه الجهود اللي بتبذل داخل مراكز الشباب. نروح مع حضراتكم لموضوع تاني، والحقيقه موضوع مهم جدا مع يعني دخلت المدارس وداخلين على الشتاء، فمهم جدا ان احنا نهتم باهالينا في كل مكان. التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي النهارده قدم المرحله 24 من قوافل ستر وعافيه في قريه سدس الامراء ببا في محافظه بني سويف، وده كان بمشاركه 19 كيان من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدمتها لاكثر من 30,000 مستفيد. قوافل ستر وعافيه الحقيقه دي بتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم اهالينا من الفئات الاولى بالرعايه والاكثر استحقاقا.
القافلة بتقدم اليوم حزمة من الخدمات اللي الناس محتاجاها. بيكون في القافلة في قوافل طبية فيها كل التخصصات اللي الناس ممكن تكون محتاجاها، يعني الناس محتاجة أجهزة تعويضية بتقدم من خلال هذه القوافل، كمان مسألة تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية ده كمان بيقدم خلال هذه القوافل، وفي عمليات لطرق الأبواب كمان علشان توزيع مواد غذائية، فيها وجبات فيها لحوم ضمن مبادرة خيرك سابق، وده كمان بيكون في كارنفال كده مخصص للأطفال، في معرض للملابس زي ما بقول لحضراتكم احنا داخلين على الشتاء، ومسألة إعادة التدوير وزي ممكن نرشد من استهلاكنا، وبيبقى في شنط بتوزع وأدوات مدرسية، وإحنا داخلين على الموسم الدراسي الجديد مهم جدا إن احنا نشتغل على ده. القافلة كمان بتتكلم عن مسألة التمكين الاقتصادي، ودي مسألة مهمة جدا، زي نقول للناس دي إنه في مشروعات صغيرة ومتوسطة ممكن تاخدوا فيها تمويل وتشتغلوا فيها، وزي كمان يكون في مشروعات وأفكار لهذه المشروعات. القافلة كمان بتهتم بالمساعدة في فك كرب الغارمين والغارمات، يعني زي ما حضراتكم بتتابعوا معانا كده هذه الصور من قافلة ستر وعافية بالتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن شاء الله يعني كل التوفيق لهذه القافلة تقدر توصل للعدد الأكبر من أهالينا في بني سويف. سيب مع حضراتكم دلوقتي لفاصل ونرجع نكمل كلام. أهلا بحضراتكم من جديد. موسم العودة للدراسة ورجعت المدارس ورجعنا للنوم بدري المفروض والالتزام والمذاكرة والنقاشات اللي جوه كل البيوت المصرية ما بين الأهالي والطلبة ونام بدري، وبعد طبعا 3 شهور من الراحة والأجازات والفسح وكل واحد بينام براحته، النقلة بقى والتغيير بتبقى صعبة الصراحة، يعني نظام اليوم بيبقى ماشي بشكل معين عاجب طبعا كل الطلبة ومش عايزين يغيروه، لازم بقى يدخلوا في مود تاني خالص وهو مود المدرسة ويصحى بدري ويذاكر، فتلاقي النقاشات ما بين الأهالي والولاد كتير قوي علشان بس إيه نتهيأ كده لعودة الدراسة. إحنا كمان الكبار والله بنتهيأ لعودة الدراسة، وده بيعمل نوع من أنواع الضغط علينا. إزاي بقى نرجع الدراسة من غير ضغط ومن غير مشاكل مع الطلبة جوه البيوت؟ هنعرف من دكتور محمد حمودة مدرس الطب النفسي. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك أستاذة مشاهدين. وحضرتك طيب وبخير، موسم دراسي جديد إن شاء الله موفق للجميع. النقلة بقى بتاعت من الأجازة للدراسة دي نقلة يعني مش سهلة على حد، وإنك تقنعهم إن أنتوا تناموا بدري وتصحوا بدري وترجعوا تاني تنسوا مود الأجازة ده، نعملها إزاي؟ هو إحنا عندنا غلطة بنرتكبها كل سنة إن إحنا بنسيب أولادنا براحتهم في الأجازة لحد آخر يوم في الأجازة يا دكتور، وبعدين هم لما نقول لهم نام بدري عشان المدرسة قربت يقول لك المدرسة بكرة والله يا أنا فاضل لي لسه 3 أيام في الأجازة سيبوني براحتي، وكأننا بنعذبه لما بنطلب منه ان هو ينام بدري، فللاسف ان احنا بنسيبهم طول الاجازه وبنيجي نطلب منهم الالتزام في وقت الدراسه، ده بيعمل زي ما حضرتك قلتي كده نقله وصعوبه في ان هم يعدلوا نظام نومهم وصحيانهم، يعدلوا طريقه تفكيرهم، يعدلوا حاجات كتيره جدا. وكمان حاجه مهمه جدا لازم ناخد بالنا منها انه دخله الدراسه مش بتوتر الاطفال بس او الطلبه بس، هي بتوتر اولياء الامور زياده عن اللزوم. ما كلنا بنصحى بدري عشان هي مش مساله ان احنا نصحى بدري عشانهم، على فكره هي مربوطه في ذهننا بلما احنا كنا اطفال في المدرسه، كنا بنتوتر بنفس الدرجه، فبقى دايما جو الدراسه بيوترنا، تلاقي في كبار كتير بيتوتروا مع بدايه الدراسه حتى لو هما مش رايحين المدرسه او ما عندهمش اولاد خالص يعني، لكن هو بس مجرد وقت الدراسه بدا، فده معناه انه زحمه هتبقى في الشوارع، ده معناه انه الجو بتاع المغرب ده اللي بيجي وبيخلينا نحس بريحه الجلاد وريحه الكراريس بتاعتنا والاقلام. ولو دي ذكريات حلوه يا دكتور، احنا كاجيال بنشوف ده ذكريات كانت حلوه، كانت بتوتر الاجيال زمان او كانت بتوترنا زمان واحنا صغيرين زي ما بتوتر ولادنا دلوقتي، فبيبقى التوتر في دخله الدراسه. ولادنا دلوقتي متوترين يا دكتور، حضرتك شايف الاجيال دي بتتوتر من الدراسه؟ بيتوتروا من الدراسه زينا بالظبط، واللي ما بيتوترش منهم بالدراسه زي برضو اللي ما كانش بيتوتر في وقتنا بالدراسه، فهي هي بالظبط، هي نفس المعادله. ما هماش اصعب يعني؟ لا لا، هي نفس المعادلة تقريبا، وإن كان بس المغريات هي اللي زيادة، يعني هو في نت طول الوقت وفي موبايلات في إيد كل الأطفال وفي بلاي ستيشن في كل بيت، فإحنا عندنا مشكلة إن الحاجات دي كلها محتاجة تتقفل مرة واحدة، فإحنا كان التحضير لدخولنا المدرسة أسهل بكتير من تحضير ولادنا لدخولهم المدرسة، لأن إحنا كان الموضوع بالنسبة لنا هو التلفزيون والقناة الأولى والتانية، فأقفل التلفزيون خلاص الدنيا ظبطت، لكن دلوقتي إحنا محتاجين نشيل البلاي ستيشن ونشيل الموبايل ونبدأ نعدل مواعيد النوم والصحيان اللي دايما بنلاقي فيها مشكلة، عشان الساعة البيولوجية بتاعة الأطفال بتختل في بداية الدراسة من كل سنة،
وناخد بالنا ده مهم جدا، تعديل مواعيد النوم والصحيان، عشان واحد الساعة البيولوجية بتاعتنا محتاجة انها تتظبط. الساعة البيولوجية مسؤولة عن التمثيل الغذائي بتاعنا، والسهر بيزود خطورة إصابة الأطفال بالبدانة ومرض السكر. انا اقنعه ازاي بده؟ يعني انا كولي امر ادخل على ابني ولا بنتي اقنعهم ازاي ان انت لما تسهر جسمك هيبوظ وعقلك مش هيكون بيقوم بوظيفته الطبيعية؟ الكلام ده هم بياخدوه على اساس ان دي كليشيهات بتقولها الامهات والاباء علشان يدخلونا ننام بدري. اه هو انا مش المفروض اجي اقنعه دلوقتي، المفروض ده يبقى سيستم من اول الاجازه، ان احنا لينا مواعيد نوم وصحيان ثابته ما بيتغيرش، ملوش دعوه احنا في اجازه ولا لا. خدي بالك ان الاطفال والطلبه بيحبوا السهر مش عشان جمال السهر في حد ذاته، عشان هو كسر للروتين. اللي هم اتعودوا عليه. فهم ما بيصدقوا يكسروا الروتين بان احنا هنغير مواعيد النوم والصحيان بتاعتنا. طيب لو احنا كسرنا الروتين بحاجات تانية غير مواعيد النوم والصحيان، هتلاقي هم عادي بيناموا وبيصحوا عادي. يعني تاخدي بالك في المصايف بيناموا بدري وبيصحوا بدري. ليه؟ عشان احنا عندنا حاجات تانية تتعمل. هل كانين طول اليوم في أنشطة كتير بيعملوها، فتلاقي ان هو الساعة 11 دخلوا ناموا من غير ما حد يقول لهم. عشان هو يصحى الصبح الساعة 9 هينزل البحر وهيعمل الأنشطة اللي هيعملها. فهو فكرة كسر الروتين مش فكرة ان هو متمسك بمواعيد النوم المتأخرة. لا، فاحنا ممكن نكسر الروتين بطرق تانية تخلي الطفل متقبل جدا انه عادي ينام بدري ويصحى بدري. انا ازاي اديله التوجيهات اللي انا عايزاها دي من غير ما علاقتي بيه تبوظ؟ يعني لان هم برضو يعني يتقبلوا التوجيهات لكن بطرق ابسط. يعني ما اعتقدش حد دلوقتي يقدر يشخط في ابنه او بنته. يعني لازم الطريقه تكون تربيه ايجابيه بقى وكده، غير الناس ما كانت بتربي زمان. يعني هو زمان ما كانتش التربيه سلبيه، عشان نقول دلوقتي ان التربيه ايجابيه. هي التربيه بشكل عام لفظ لازم يكون ايجابي، لانه هو كل التربيه هي ايجابيه. كان في طرق سلبيه اكيد يا دكتور، اثرت في اجيال كتير. التربيه نفسها ايجابيه، احنا مش بنتكلم على الطرق اللي هي السلبيه او الايجابيه، لكن التربيه نفسها حاجه ايجابيه. ما ينفعش نقول على التربيه انها سلبيه. فالتربيه دايما هي حاجه ايجابيه، تمام؟ لكن الطرق زي ما حضرتك بتقولي هي اللي ممكن نقول دي طريقه سلبيه او طريقه ايجابيه. هو بشكل عام في اباء وامهات لحد دلوقتي بيشخطوا في اولادهم وبيزعقوا لهم، وبالمناسبه ده مش غلط ان احنا نزعق لاولادنا او ان احنا نشخط فيهم او حتى ان احنا نعاقبهم، بس طرق العقاب هي اللي بتختلف. يعني احنا العقاب بالضرب ده اسوء انواع العقاب اللي احنا ما بنحبوش، لكن في العادي احنا نقدر يعني نعاقب بالحرمان. يعني دكتور يعني هو مسموح؟ اه مسموح، اه بس ده اخر مرحله من مراحل العقاب. بالمناسبه عشان نوضح الحكايه دي بالتفصيل، هو البدايه انه احنا بنتولد بغرائز بدون ضمير. يعني ايه؟ يعني الطفل اول ما بيتولد عايز ياكل، عايز يشرب، عايز يعمل حمام، هو عايز طلبه بس. ولما ما بنلبيش طلبه بيقعد يعيط وبينهار في العياط لحد ما بيتلبى الطلب بتاعه، وبعدين يبدا يتكون عند الطفل الضمير من خلال التربيه، فاهماني؟ فاحنا لو ما ربيناش الطفل وما قلنالوش ان ده غلط وده صح وعاقبنا على ده، هيبقى مفيش تربيه. ممكن اعاقب خلينا نتفق ما احنا اتفقنا انه في عقاب باشكال مختلفه. خلينا نتفق على حاجه، هو لو ولله المثل الاعلى، لو مفيش جنه ونار الناس هتعمل ايه؟ مبدا الثواب والعقاب. انا مع حضرتك كده، فلازم يبقى في ثواب ولازم يبقى في عقاب. ففكره انه لا ما نعاقبش، لا ده غلط تماما. هو العقاب مسموح لانه احنا بنربي فنحتاج الى عقاب، ولكن طريقه العقاب هي اللي بتفرق. فاحنا اسوء انواع العقاب هو العقاب بالضرب، لكن هو موجود كنوع من انواع العقاب. اه طبعا موجود كنوع، ما نقدرش ننكره حتى لو احنا رافضينه، بس هو موجود، تمام. لكن في طرق تانية للعقاب افضل، لكن احنا عايزين يبقى في ثواب وفي عقاب عشان دي تربيه. بدون ثواب وعقاب مش هيبقى في تربيه. طيب انا بربي وبحاول دلوقتي، انا بكلمهم على المدرسه وعلى داخلين المدرسه، وكم بقى الساعات اللي كانت بتتقضي قدام التلفزيون او بيلعبوا في الشارع او بيلعبوا كره او بيتمرنوا، ولو ان معظم التمارين بتكون في الصيف. يعني هم مع كمان الروتين بيبقوا مش عايزين يتمرنوا في الصيف، مش عايزين يعملوا اي حاجه كانوا بيعملوها اثناء المدرسه. المفروض ان انا اوجههم في التوجيهات اللي هو هنقلل بقى عدد ساعات كل الحاجات اللي هي كانت ترفيهيه دي، علشان عندنا ساعات تاني المفروض نستغلها في المذاكره. بالظبط كده، بالظبط كده. المفروض ده يحصل قبل بدايه الدراسه ب 15 يوم على الاقل، يعني زي دلوقتي كده. نبدا ان احنا نظبط مواعيد نومنا وصحياننا، ونبدا نقلل عدد الساعات اللي هم بيمارسوا فيها الانشطه بتاعتهم اللي هي الترفيهيه زي البلاي ستيشن او زي الموبايل او غيره، وننتظم في الحاجات الاساسيه زي التمرين اللي هو هيكمل فيه في الدراسه مثلا، فهو محتاج انه يكمل فيه في الاجازه زي ما بيكمل فيه في الدراسه، فلازم نظبط الجدول بتاع ده لان التمرين هيبقى ليه ميعاد ثابت في الدراسه. وكل ما هنقلل البلاي ستيشن بالتدريج، كل ما الطفل مش هيحس او الموبايل او الانشطه الترفيهيه بشكل عام مش هيحس بانسحاب الحاجات دي، لان المشكله هو الشاشات يا دكتور المفروض يقعدوا وقت اقصى حاجه ساعتين في اليوم.
لان انا بسمع امهات الحقيقه بتقول له ساعه بلاي ستيشن وساعه تليفون وساعه تلفزيون. طب ما هو لما يتفرج على كل ده ويعمل كل ده اقصى حاجه ساعتين في يوم، ساعه الصبح وساعه بالليل. دي اقصى حاجه ممكن الطفل يقعدها على الشاشات. ناخد بالنا ان الحاجات دي بقى اديكتيف. يعني ايه؟ يعني الطفل من خلال ممارسته الاشياء دي بيبقى ادمنها، بعد شويه بيبقى مش قادر يسيب الموبايل، وبعد شويه مش قادر يسيب البلاي ستيشن. فانا لازم اعمل له جراديوال وذرول، او اعمل له انسحاب تدريجي من الاشياء دي، عشان لما ندخل المدرسه ما يبقاش بيدور ازاي يقعد على البلاي ستيشن ويتخانق معايا، لانه بيبقى فيه اعراض انسحاب فيزعق ويتخانق ويصرخ على الكوفه ده عايز يلعب. عن الموضوع كانه ادمان حقيقي. هو فعلا يعني ادمان حقيقي، هو فعلا مصنف على انه ادمان حقيقي. تاثيره ايه يا دكتور ده على عقوله؟ بالمناسبه هو في تصنيفات الامراض النفسيه هو مصنف ادمان حقيقي. ليه؟ لانه ليه نفس البيولوجي بتاع الادمان. احنا عندنا رافضين يسيبوا الحاجات دي فعلا. ما انا هوضح لحضرتك، احنا عندنا في المخ حاجه اسمها الريورد سنتر وحاجه اسمها البانشمنت سنتر، اللي هو مركز المكافاه ومركز الثواب. عشان كده لما بنقول المكافاه ومركز العقاب ومركز الثواب، المكافاه والعقاب مهمين فعلا، هم مهمين عشان المراكز دي بيتم استثارتها من خلال المكافاه والعقاب. اللي بيحصل انه الالعاب دي زي الادمان بالظبط، بتخلي الدوبامين يتم افرازه في الريورد سنتر اللي هو مركز المكافاه، فالشخص يحس انه منتشي وسعيد من خلال ادائه للالعاب دي، او من خلال قعدته على الموبايل بالطريقه دي، زي بالظبط اللي بياخد مخدرات. ومع انسحاب ده، مع انسحاب الموبايل او البلاي ستيشن، يبدا الدوبامين في الريورد سنتر اللي هو في مركز المكافاه يبدا يقل، فالطفل يحس باعراض انسحاب زي اللي بيحسها بالظبط مدمن المخدرات، ويبقى متضايق جدا ويدور على البلاي ستيشن او الموبايل بشكل هستيري. ايه البديل اللي الام تدخل تقدمه في الوقت ده علشان تقدر تحل المشكله وما يبقاش متضايق، ولا لو هو صغير شويه يبقى بيعيط؟ وامهات كتير بتلجا انه دماغها وجعتها فتسيبه. ما هو ده غلط للاسف. البدايه ان انا ما ادلوش عدد ساعات كتير اصلا على البلاي ستيشن والموبايل. دي البدايه، لانه الوقايه خير من العلاج. طب حصل وانا دلوقتي عايز اقلل بقى عدد الساعات اللي هو بيقعدها على الموبايل او البلاي ستيشن، يبقى انا محتاج ادخل زي ما حضرتك قلتي كده نشاط تاني يكون مثير بالنسبه للطفل، ويبقى الطفل مهتم بيه عشان يبقى عنده دافعيه انه يمارس النشاط ده. تمام. ولو عنده دافعيه انه يمارس النشاط ده، هيبدا يحصل انسحاب تدريجي من البلاي ستيشن او من الموبايل بدون ما يبقى فيه اعراض انسحاب. طب في اطفال بيبقى عندهم الادمان وصل لمرحله انه فعلا بيبقى بيتخانق وبيزعق مع مامته، وممكن يمد ايده عشان هو عايز الموبايل او البلاي ستيشن. نعمل ايه هنا؟ الطفل ده محتاج انه يروح لطبيب نفسي، لانه محتاج علاج زيه زي المدمنين الكبار بالظبط. مفيش فرق، هو بقى مدمن للبلاي ستيشن او الموبايل او وات ايفر الوسيله الترفيهيه اللي هو بيجي بقى مدمن ليها. بيجي كتير امور بتشتكي من ده وجايه وعندها الوعي انها بالزبط تودي ولادها علشان بالزبط الشاشات الالكترونيه والالعاب. كتير كتير بيبقوا فاهمين كويس انه وصل مرحله ادمان. وفي العاب معينه بيبقى الطفل مدمنها، وهي العاب مصنفه انها اديكتيف. بالمناسبه الالعاب الالكترونيه مصنفه اديكتيف ونون اديكتيف جيمز. ففي لعبه مشهوره جدا، لعبه كل الاطفال تقريبا بيمارسوها دلوقتي او بيلعبوها، اللعبه دي ادمانيه، وامهات كتيره بيجوا لي العياده عشان الطفل بيمارس اللعبه دي بشكل يومي وفترات طويله. فاحنا عايزين طب هل مثلا المارس الحل في الالعاب دي ان هم من الاول يبقى عندنا قائمه بهذه الالعاب وما يلعبوهاش من البدايه؟ يا ريت، لانه زي ما بنقول الوقايه خير من العلاج. او حتى لو هيلعبها يبقى الوقت ايه؟ محدد ومقنن، عشان الموضوع ما يتحولش بعد شويه لادمان، لان كل حاجه مع الكسره بتاعتها هتتحول لادمان. يعني للاسف عندنا حصر بالالعاب دي يا دكتور، عارفينها في العاب معروفه. في العاب معروفه انها دي العاب اديكتيف معروفه، حتى هم بيصنفوها بره الشركات اللي بتنتج الالعاب انه اللعبه دي فيها جزء ادماني. زي ايه كده مثلا؟ العاب شهيره اتفضل. زي بابجي مثلا. بابجي لعبه ادمانيه. زي جي تي اي او بيقولوا عليها جاتا، دي لعبه ادمانيه. زي كونكر، دي لعبه ادمانيه. دي العاب مصنفه انها العاب ادمانيه، يعني الطفل لو مارس الالعاب دي فترات طويله هيبدا بعد شويه يبقى مدمن الالعاب دي. زي في وقت من الاوقات كان في لعبه اسمها الحوت الازرق، كانت لعبه ادمانيه من ضمن الالعاب الادمانيه اللي الطفل بعد شويه بيتعود عليها. وبالظبط كده، هو ايه اللي خلاها تعمل كوارث؟ ان لعبه ادمانيه فالطفل مش عارف يبعد عنها، وهو مضطر يبقى كان مسلوب الاراده يمشي ورا اللعبه وتعليمات اللعبه. فعشان كده الالعاب دي تصنف العاب ادمانيه، ويا ريت ان الاطفال ما يمارسوهاش. ولو هيمارسوها يمارسوها لوقت محدود، لانه الشيء لما بيزيد عن حده بينقلب ضده فبيتحول لادمان. عشان كده الادمان مش بس مخدرات. اي نشاط الشخص بيصحى من النوم يدور عليه وعايز يمارسه، ولو بعد عنه يحس بالتوتر والقلق ويحس انه مش قادر يبعد عنه، وبعدين يقضي فيه اغلب ساعات اليوم بتاعته، ويبدا يعمل له خلل وظيفي في نواحيه الوظيفيه في شغله في مدرسته، او خلل اجتماعي في انه ما بقاش بيقعد مع اصحابه زي الاول، او ما بيقعدش مع قرايبه زي الاول، عشان هو ما بيمارس النشاط ده طول الوقت. ودي بتبقى شكوى ناس. دي اسمها مواصفات عامه للادمان. اي نشاط الشخص يعمله فيأثر فيه بالشكل ده يعتبر النشاط ده نشاط ادماني. يعني الادمان ما عادش بس مصنف انه ايه؟ مخدرات. لا، الموسيقى، في انواع من الموسيقى بتعمل كده بالمناسبه. صحيح يا دكتور. يعني المهم كمان بجانب هذا التأثير النفسي الكبير
على الطفل انه بالتاكيد هياثر على تحصيله الدراسي وعلى تركيزه وعلى حتى وجود دوافع للتعلم بالظبط. برافو عليك جواه. وده سؤال مهم لكن معلش هنروح لفاصل ونجاوب على هذا السؤال بعد الفاصل مع دكتور محمد حموده مدرس الطب النفسي. ابقوا معنا. اهلا بحضراتكم من جديد وبنتكلم عن الموسم الدراسي الجديد وازاي نهيئ نفسنا جوه البيوت للموسم الدراسي وايه المطلوب مننا كاولياء امور تجاه ولادنا السنه دي علشان يقدروا يبداوا عام دراسي جيد وموفق ان شاء الله. نرجع لدكتور محمد حموده مدرس الطب النفسي. يا دكتور قبل الفاصل كنت بسال حضرتك عن تاثير الجيمز والالعاب الالكترونيه والشاشات على التحصيل الدراسي وعلى وجود دوافع للتعلم اصلا، لانه كتير دلوقتي بنسمع انه الاطفال مش عايز تروح المدرسه، ما عندهاش اصلا حته اللي هو انا عندي وعي باهميه التعليم ولا انا اتعلم ايه في المدرسه دي ولا انا رايح المدرسه دي ليه، الناس دي بتقدرني وبعتني المدرسه. بالظبط كده كلامك صح جدا. مشكله الاجيال دايما طول الوقت الدافع للتعلم لانه في دافع ان انا اروح العب كوره وفي دافع ان انا اقوم اكل وفي دافع ان انا اخرج وفي دافع ان انا اتبسط، بس ايه الدافع اللي يخليني اروح اتعلم؟ عشان كده احنا بنقول ان الدوافع حاجتين، دوافع فيسيولوجيه اللي بتخلينا نقوم من النوم عشان ناكل عشان احنا جعانين او نقوم من النوم عشان ندخل الحمام، ده دافع بنسميه دافع فيسيولوجي غصب عني انا عايز اعمل كده تمام، لانه احتياج جسدي بالنسبه لي. وفي دوافع ثانيه نفسيه زي التفوق، ده دافع نفسي. الدافع ده ما بيتولدش كده في يوم وليله، الدافع ده بيتزرع في الاطفال من وهم اطفال تمام. والدوافع ليها علاقه كمان بالنشاط نفسه، ففي دافع من النشاط منه فيه بنسميه دافع داخلي. يعني ايه دافع داخلي؟ يعني انا بلعب ماتش كوره والماتش سخن فانا عايز اكمل الماتش عشان انا جبت جون وعايز اكمل عشان اجيب الجون الثاني واجيب الجون الثالث، فده اسمه دافع داخلي، دافع يخليني اكمل البروسيس اللي انا ماشي فيها. وفي دافع خارجي زي انه اللي بره بيشجعني، حد من بره واقف يشجعني ويقول لي شد حيلك وهات جون، فهنا في دافع خارجي اللي هو بره الخط وفي دافع داخلي اللي هو جوه الماتش نفسه. نفس الحكايه في الدراسه، احنا عندنا دافع داخلي اللي هو انا عايز اتفوق عشان ايه؟ عشان العمليه التعليميه بتديني انجازات انا بحسها، عشان انا حاسس ان انا ببقى احسن، عشان انا حاسس ان انا ثقافتي بتزيد، عشان حاسس اني لما بقعد في وسط الكبار بعرف اتكلم زيهم، عشان حاسس اني اكتسبت معلومات مهمه بقولها، ده دافع يخليني اكمل في العمليه التعليميه. الحاجه الثانيه الدفع الخارجي بقى، انه بيسقفوا لي، انه بيكافئوني، انه بيدوني مصروف عشان انا بروح المدرسه وهكذا. طب اذا كان ربط المكافاه بعمل جيد يا دكتور هو ده نفسيا يصح ولا لا يصح؟ يصح في الاطفال ولا يصح في الكبار. ما هو ده بيخلي الكبار احنا بقى اتعودنا على سيستم وانا ماشي على المكافئات طول حياتي. لا الكبار بيستنوا وانا كبير برضه المكافاه. ما هو ايه المشكله ما استنى مكافاه؟ اما احنا عندنا اصلا مركز للمكافاه في المخ فده طبيعي ان انا هكون مستني المكافاه. هو خدي بالك هو برضه تاني والله المساله على هو ليه في جنه ونار، ما هو عشان مكافاه او عقاب فطبيعي ان الشخص يبقى مهتم بالمكافاه. ده الفسيولوجي بتاعنا فيه مركز للمكافاه في المخ ومركز للعقاب في المخ، عشان كده احنا عايزين مكافاه طول الوقت. بس هي الفكره في ايه؟ بس من الحياه ما بتديش مكافئات طول الوقت والشغل ما بيديش مكافئات طول جميل الوقت. بس لو 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 قابلت ظروف صعبه بقى قاعد بتعامل معاها ازاي؟ بس نرجع نرجع للاطفال هتلاقي ان احنا للاسف بنديهم مكافئات طول الوقت. يعني ايه؟ يعني ابنك انت بتجيبي له الحاجه الحلوه طول الوقت، بتسيبي له البلاي ستيشن طول الوقت، بتخرجيه لما يبقى عايز يخرج بيبقى معتاد للحاجات دي فبيبقى حاسس انها حاجات عاديه. بالظبط كده. فالمكافئات اللي احنا كنا بنكافئ بيها الاطفال فقدت معناها، فما بقاش فيه معزز خارجي، ما بقاش فيه حاجه تخلي الطفل عنده دافع خارجي انه يبذل مجهود. ليه؟ ما هو هتلعب بالبلاي ستيشن بعد ما تخلص مذاكره، طب ما انا بلعب بيه طول النهار. هسفرك بعد ما نخلص الدراسه، طب ما عادي ما احنا بنسافر في وسط الدراسه. طيب هنجيب حاجه حلوه، طب ما انا كل يوم باكل حاجه حلوه. ففقدت المعززات الخارجيه قيمتها، فما بقاش عندنا غير المعزز الداخلي اللي هو ان الحاجه تبقى مثيره وتشيل وتثير شغف الطفل للاستمرار عليها. فعشان كده تلاقي الطفل بيحب ماده ورافض ماده ثانيه. وانا اعرف شغفه ازاي اصلا يا دكتور؟ يعني لسه طفل عنده 4-5 سنين اعرف التجربة. شغفه ازاي؟ التجربه. احنا ما نعرفش شغفنا غير لما بنجرب. يعني هتجربي مع الطفل كل حاجه عشان تعرفي شغفه، عشان كده احنا بنجرب العاب رياضيه كتير من غير ما ناخد بالنا مع اولادنا. فتدخليه كوره فتلاقيه مش ناجح في الكوره ومش حاببها، فتدخليه سباحه فتلاقيه مش مهتم، فتدخليه سكواش فيحب الموضوع. هنا يبقى الشغف بتاعه ليه علاقه بمسكه المضرب وليه علاقه بلعبه زي السكواش فهيكمل فيها. فبالتجربه احنا بنعرف الشغف بتاعنا، احنا ما اتولدناش عارفين ايه الشغف بتاعنا. بس خدي بالك انه في حاجات بروسيس بنمشي فيها بتخلي الشغف يزيد. فانا في التعليم
في مادة معينة أنا المدرس بتاعها بحبه والمدرس ظريف وبيشرح بشكل يخليني عايز أسمع المعلومات اللي هو بيقولها فهنا المادة نفسها بقى فيها شغف الداخلي اللي بنقول عليه. المدرسين الصراحة ليهم تأثير السحر طبعاً على الأولاد طبعاً ليهم تأثير مهم جداً، وعشان كده احنا بنقول إنه العواقب بالمدرس لازم ما تبدأش من يوم أول يوم دراسة، المفروض تبدأ من الأجازة عشان الطفل لما يخش المدرسة يبقى عنده علاقة قوية بالمدرس، فيبقى جزء من إحساسه بالمسؤولية تجاه المادة إنه عايز يبسط المدرس ده عشان المدرس ده هو اللي بيديني، فأنا عايز أبان قدامه إني متفوق زي ما عايز أبان قصاد بابا إن أنا مؤدب، زي ما أنا عايز أبان قصاد ماما إن أنا مؤدب، نفس الحكاية عايز أعمل ده مع المدرس، فعشان كده العلاقة لازم تبقى من قبل الدراسة. لكن العلاقة اللي بنستنى لحد ما يجي أول يوم دراسة فيروح يقابل المدرس لأول مرة في الدنيا وهو ما يعرفوش، هنا ما خلقناش. يعني بتوجه ان ده يكون موجود في كل المدارس اللي هو الاورينتيشن اللي موجود في المدارس الانترناشنال شويه والناشنال بيحصل قبل الدراسه كمان في المدارس الحكوميه بالظبط كده، وده اللي بيخلي الطفل متعلق بالمدرس بتاعه وعايز يرضيه او مستمتع بالمعلومه اللي بيقولها المدرس وقاعد عنده الشغف عايز يروح المدرسه عشان يقابله بالظبط، وعنده الدافع الداخلي اللي يخليه عايز يكمل الماده دي. عشان كده تلاقي في طالب بيحب ماده معينه وما يحبش الثانيه عشان هو بيحب المدرس ده وما بيحبش المدرس بتاع الماده الثانيه. طيب احنا كنا بنتكلم عن كمان تنظيم المواعيد من بدري، طب ما هو بيقولك سيبني انا لسه عندي 3 4 ايام في الاجازه، لسه عندي اسبوع في الاجازه، انا ايه الكلام البسيط اللي انا ممكن اقدر اقوله له انه ده ما ينفعش؟ يعني انا مش عايزه اغلس عليك ومش عايزه انهي لك الاجازه بدري، لكن المفروض ان احنا ننظم الوقت ده علشان نقدر نبقى داخلين قادرين ان احنا نبتدي الموسم الدراسي الجديد ده. لو هتساليني هقول لك افضل انه ما يبقاش فيه كلام اصلا، يبقى فيه فعل. يعني ايه؟ يعني اشغل وقته اللي كان بيقضيه على البلاي ستيشن وعلى الموبايل وعلى حاجات بتضيع الوقت بحاجات تانية، بحيث ما يقوليش هو انا عندي وقت فاضي فانا عايز امسك البلاي ستيشن، هو انا ليه من دلوقتي اقعد فاضي؟ لكن اللي احنا بنعمله كاولياء امور ايه؟ ان احنا بنقوم شايلين البلاي ستيشن او شايلين الموبايل او مانعين الانشطه قبليها ب 15 يوم عشان هو قالوا في التلفزيون ان احنا لازم نعمل انسحاب تدريجي للحاجات دي، فاحنا هنوقف الانشطه من دلوقتي. طب ما فعلا هيقعد فاضي، هيقعد يبص للسقف، لكن لو دخلت انشطه تانية بديله هيبدا يبقى مهتم بالحكايه. على فكره مفيش دوله في العالم بتدي اجازه 3 شهور الا في مصر، هو الطبيعي ان الاجازه تبقى مدتها قليله وتبقى الاجازه بتتاخد 3 او 4 شهور. بيقول لك ما لحقناش يا دكتور، ده هم بياخدوا 3 شهور اجازه وبيقولوا الاجازه خلصت بسرعه، ما لحقناش. هو الصح ان النظام يبقى ماشي طول الوقت، الدراسه مكمله طول الوقت، والاجازات تبقى 3 او 4 مرات في السنه، كل مره لا تتعدى 15 يوم عشان الطفل ما يفصلش تماما، وابدا ارجع من اول وجديد اسخن كاني بالظبط كنت راكن عربيه مرسيدس وبعدين عايز ايه اسخن العربيه دي، طبعا عطلانه فلازم ابدا انظف الموتور ولازم اغير البطاريه ولازم اغير العجل عشان اعرف ادور العربيه تاني من اول وجديد. دي مشكله بتواجهنا عشان احنا بنركن الطفل 3 شهور ونيجي بقى على بدايه الدراسه يلا بينا نركز ويلا بينا نذاكر. طيب بما اننا داخلين على الدراسه يا دكتور، المفروض زي ما حضرتك بتقول كده الموتور يشتغل ازاي؟ نعمل ايه الايام دي في 15 يوم الجايين علشان عقولهم تدور ويقتنعوا خلاص ان احنا داخلين على موسم دراسي جديد؟ حلو، من اول المفروض برضو الاجازه هرجع اقول احنا فاضل لنا 15 يوم بس، كان المفروض من اول الاجازه نخليهم يقروا مع الانشطه النهاردة. خلاص يقروا مع الانشطه اللي هم بيمارسوها. يعني انا لو كل ساعه هقلل كل يوم هقلل ساعه من البلاي ستيشن والموبايل فهخلي الساعه دي يقرا فيها قصه، قصة تافهة جدا. ساعة يا دكتور ده الريدنج او القراءة دي مشكلة كبيرة جدا مع الاجيال دي. هم مش عايزين يقروا. خدي بالك هم مش عايزين يقروا، هم عايزين يقروا بس على الايباد او على الموبايل. لكن هو هيقرا، يعني هو بيقرا اوريدي على الايباد وعلى الموبايل، فانا بس محتاج اغير طريقة القراية بتاعته. تمام؟ يعني مش لازم امسكه الكتاب بالشكل التقليدي واقول له اقرا بالشكل التقليدي، لا انا بس هغير الطريقه، هحط له الانتاري. هو نزل اشترى الكتاب ونقى الكتاب تفرق معاه ده بالنسبه لنا، لكن هما في الجيل ده اللي هو متعود على كل حاجه الاونلاين، هو بيشتري الكتاب اصلا اونلاين. فهو مش مهتم انه ينزل يشتري كتاب ويقف في مكتبه، فبس هو هيقرا ازاي، طريقه القرايه هي اللي هتفرق. او حتى اعلمه انه يبدا يسمع حاجات مسموعه، لانه في الاوديو بوكس دلوقتي فممكن يسمع حاجات بدل ما هو هيقرا خالص، بس في مقابل ده انا بسحب ساعه وزود ساعة، أسحب ساعة وزود ساعة، لحد ما يلاقي نفسه على ال 15 يوم على نهايتهم بقى بيقعد ساعة على الموبايل وساعة على البلاي ستيشن وأربع خمس ساعات تانيين اللي كان بيقعدهم بقى بيستغلهم في إن هو بيسمع أوديو بوك أو إن هو بيقرأ حاجة على الأيباد أو التابلت. طب ولو طفل أصغر من كده يمارس أنشطة يدوية؟ التعليمات دي تفرق مع بنت أو ولد وتفرق هي مع المراحل العمرية؟ تفرق مع المراحل العمرية طبعًا، بس ما تفرقش مع بنت أو ولد. فالمراحل العمرية اللي إحنا بنتكلم على إنه يقرأ ده المراحل اللي هم الكبار. طب الأطفال اللي لسه في
كي جي 1 او كي جي 2 او اولى ابتدائي، لا هنا مش مهم القرايه بس انه يمارس انشطه يدويه، فرجعه تاني للمكعبات ورجعه تاني للميكانو ورجعه تاني للنشاط اليدوي اللي بيستهلك وقت كبير منه، او الرسم او التلوين او التوصيل او الحاجات اللي هو ممكن يبقى بيقضي فيها وقت وهو مش متضايق ولا زهقان. يعني نحاول ان احنا نشوف موهبته مثلا لو هو موهوب ونشتغل عليها في الوقت ده، يمكن ده يخرجه بره المود بتاع يعني لو بيتمرن تمرين ما ممكن نبتدي قبل الدراسة قصدي، فيحس ان احنا خلاص راجعين للروتين. هو المفروض الحاجات اللي فيها موهبة او اللي هو بيعملها المفروض مستمر. اصلا مستمرة في الدراسة ومستمرة في الاجازة. وبتواجهنا مشكلة كبيرة على فكرة في الدراسة، انه اولياء الامور بيقرروا ان احنا هنبطل الكورة وهنبطل رياضة او هنبطل النشاط اللي احنا بنمارسه عشان احنا عايزين نركز في الدراسة، فهو كل مرة بيبدأ من اول الاجازة الجديدة كأنه ما تعلمش حاجة خالص في الرياضة اللي فاتت دي. المفروض ده يمشي بالتوازي مع المذاكرة، ولو الطفل عنده مهارات في حاجة معينة وموهوب فيها فعلا، فأنا هنا محتاج اني اركز على الموهبة دي اكتر بكتير مركز على الدراسة، لان انا مش الهدف ان كل الطلبة يطلعوا دكاترة ومهندسين، مين هيطلع لعيب كورة ومين هيطلع مغني ومين هيطلع ممثل ومين هيطلع رياضي بأي شكل من الاشكال، فاحنا عايزين ومين هيطلع فنان، فاحنا عايزين يبقى عندنا كل ده، فعشان يبقى في المجتمع في كل الاصناف دول لما الاقي ابني موهوب في حته معينه يبقى انا هركز على الحته دي اكتر من الدراسه، وهبقى واخد بالي كويس قوي انه الدراسه هنا هو عشان يتعلم، لكن مش الهدف انه هيشتغل بالدراسه اللي هيدرسها. هو خلاص هو موهوب في الفن فهو هيبقى رسام، هو هيبقى موسيقي، هو هيبقى ممثل. هو ده انا اقدر اقرره في عمر ايه؟ بيبان في الاطفال على فكره بعد زي ما قلت لك كده التجربه، بنعرف ان الطفل ده موهوب في حاجه معينه فبيبان، فهبدا اخلي الطفل ده يهتم بالحاجه دي اكتر من الباقي وهديله اولويه في دي اكتر من الباقي. خدي بالك لو احنا اهتمينا بالدراسه بنفس درجه الرياضه اللي هو موهوب فيها فهتلاقي انه الاثنين درجتهم بقت عاديه، فهو بقى رياضي عادي وبقى طالب عادي، ولا هو بقى طالب متفوق ولا بقى رياضي متفوق، لانه صاحب بالين كذاب. لازم في حاجه تطغى عن الثانيه، فعشان اللي هيطغى على الثاني اللي هو عنده فيه شغف اكتر وعايز يمارسه. في ناس من زمايلنا دكاتره بعد ما خلصوا كليه الطب قرروا يعملوا كارير شيفت لان هو ده ما كانش الشغف بتاعهم اصلا، وغيروا ودخلوا في مجالات كتير. من فنانيننا العظام كانوا دكاتره بالظبط. ليه؟ عشان الاهل ما اهتموش بشغف الطفل وركزوا بس على ايه، انه لازم يمشي في المرحله التعليميه زيه زي القطيع، واحنا عايزين نلغي ثقافه القطيع. فلو ابنك مميز في حاجه اهتمي بالحاجه دي اكتر ما تهتمي بالدراسه. بما اننا داخلين على الموسم الدراسي الجديد فكان حديث مهم جدا يا دكتور، وازاي نرجع تاني مود العودة للدراسة واحنا خلاص 15 يوم على الموسم الدراسي الجديد. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد حمودة مدرس الطب النفسي، شكرا جزيلا نورتنا وشرفتنا. شكرا لحضرتك وللسادة المشاهدين. كده مشاهدينا وصلنا معاكم لاخر حلقتنا، يا رب دايما اشوفكم على الف خير.